السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفني باسمك. عمر فضل. يا عمر فضل، معي لك سؤال، اذا جاوبته صح بقول لك الف مبروك في 730 الف ريال يمني. ان شاء الله، ليش لا. السؤال يقول: ما هو الغاز المسمى بغاز الضحك؟ غاز الضحك. ايوه. البنج. لا، غاز حق الاسنان. البنج. ايش غاز البنج؟ هو الغاز المسمى بغاز الضحك. يا اخي الا 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 ايش هو؟ نيتروس. ليش؟ النيتروس او الميتروس. الميتروس ولا النيتروس؟ تفرق كثير. نيتروس. النيت؟ نيتروس. النيتروس. متأكد؟ نيتروس. متى جبت هذه المعلومة؟ انه الحاجة الوحيدة اللي ضحكك بحق الاسنان لما تزيد البنج. ايوه. تخدر، لما تنقص البنك تجلس وهي كا 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 وغير كا 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 المخدرة والحاجات هذه المعروفة يعني. وإذا قلت لك جابتك غلط؟ الحمد لله. وإذا قلت لك جابتك صح؟ علم عند الله. أنا عارف إنه غاز هذا هو يجي لك النيتروس. فين تشتغل أنت؟ أنا تلميع سيارات. هنا تلميع سيارات في شارع المهندسين. حر ولا مع جهة ثانية؟ لا حر، أصل حر. سيارات وده. درست؟ الحمد لله. خريج ايش؟ والله على حسب. خلي كلية حربية. حربية؟ ما لقيت شغل؟ الحمد لله، يعني في اشغال في ده، بس خلي على الله. خريج كلية حربية وتشتغل في تلميع سيارات؟ ايوه. ما في اش حاجة. اذا هنا نوقف المقابلة ونجلس معه نسأله. خريج سنة كم؟ سنة كم؟ 2000. من 2000 إلى 2024. طيب وقف، لانه هذه اسرار عسكريه يسموها. خرج ال ما تجيش تتكلم بهذا الشيء. لا بس انا اشتي ابين انه سبب التهميش فقط، مش ايش ابين ايش سبب التهميش. ايش سبب التهميش انه من 2000 الى 2024؟ امر الله، كرسي يدور على قولة لقب يعني الناس الذي هو العاميه فيها. ايش تقدم يعني تتكلم وانت متاثر بالدمع؟ الحمد لله. هل تشوف انك يعني عانيت يعني كيف يقولوا محسوبيه واضطهاد؟ كل الناس عانوا، ظلم كل شخص يعني. الحمد لله يكون مظلوم، وكل شخص يكون، بس الحمد لله يعني الواحد مشي اموره. يلا انا هنا اقول لك الف مبروك. الغاز المسبب او المسمى بالضحك غاز النيتروز. يا شباب ايش اقوى تحيه بالله، اقوى تحيه. عرفنا اسمك مره ثانيه. عمر فضل. عمر الف مبروك، 30000 ريال يمني مقدم برنامج مشاوير. مالك كذا منصدم؟ شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى سؤال الحلقة الأخير، خلوكم معي.